بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أيها الطلبة كيف حالكم جميعا؟ لعلكم بخير. نواصل درسنا هذا اليوم من درس الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. نعم، إذن أرسل الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام وهو أول الرسل إلى آخرهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. كل الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به هو عبادة الله سبحانه وتعالى، وأعظم ما نهاهم عنه وهو الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى، يعني عبادة الطاغوت، عبادة الطاغوت. ودليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذه هي مهمة الرسل من أولهم إلى آخرهم، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، والاجتناب الطاغوت، يعني اجتناب عبادة الطاغوت، لأن التوحيد هو دعوة الرسل الذي أمر الله سبحانه وتعالى، والشرك هذا من أعظم ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: والحمد لله رب العالمين.